حسام هاي كرة على الجهة اليسرى من هناك تروح ل نبيل لامارا ينطلق بالخير يراوغ الأول ثم الثاني ما تضيعش واحد اثنين هاي كرة في العمق أول فرصة والقائد الأيمن يقول لا أول محاولة للمولودية وكاد غدادي توفيق أن يفعلها ويسجل يبقى الخطر من هناك والدفاع لا في لحظات فقط الضغط على حامل الكرة ترجع لتيس يوسف فرلول 29 سنة ابن مسغانم اللاعب السابق لديار بيتي هاي كرة القائم يقول لا لتوفيق غدادي بعد كرة جميلة في العمق جاءت في الأول من العمارة يوصلها لبالخير وبالخير لاعبين ثم يوصلها كرة في العمق ولكن ممتازة هي لعبتها ولكن الخط ما كانش معها توفيق عدادي أمام بالخير قدم اليسرى الساحرة لبورديم هاي الإعادة ممتازة في العمق ولكن طبقيين عندهم نفس مستوى اللاعبين بين القوسين معتادين اللاعب كأساسيين كرة الجهة اليسرى تروح لبن ساحة يراوغ بلال يتقدم يوصل لي عبد الحفيظ يرفع راسه عبد الحفيظ العمق مرة أخرى با 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 وكأنها هي مدروسة ولعب سابق لاتحاد بسكرة ونصر حسين داي ميلود ربيعي وصل لي بورديم تعافى من الإصابة هنا بملعب 5 جويلية وخطأ الضغط أكثر ولكن تضيع كرة هذه قد تؤدي إلى وضعيات معقدة ولكن الضغط من ربيعي سترجع الكرة هاو بلال بن ساحة يدخل منطقة العمليات يراوغ يدخل منطقة العمليات هو قريب جدا الحكم وبطاقة صفراء بطاقة صفراء كان قريب جدا الحكم بن يحيى لم يحتاج جديد احتجاج اعترف يا صديقي اعترف شوف انا الإعادة والله كان ممكن انه يواصل ثم هاي ضايعة 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 خطيرة خطيرة وضرب الجزاء هذه المرة ضرب الجزاء ضرب الجزاء لصالح مولودية العاصمة بعد خطأ فادح في وسط الدفاع المولودية الوهرانية وضرب الجزاء هذه المرة سقوط من؟ سقوط اللاعب الذي تلقى قبل قليل البطاقة الصفراء بن ساحة هذه المرة الحكم كان قريب جدا يعلن عن ضرب الجزاء لصالح المولودية العاصمية هاي الإعادة كرة ضايعة كانت في الخلف لقرا ثم يحط باليد وبالقدم باليد أكثر هنا راح نشاهد أحسن هل نعم هنا باليد اليسرى هاي سافيرا العمارة يتقدم ويسجل هدف مقابل صفر لصالح مولودية الجزائر أمام مولودية وهران سيداتي أونسي سيداتي بملعب 5 جويلية هاي تحية نبيل عمارة وزملائه هدف مقابل صفر لصالح مولودية الجزائر بعد 25 دقيقة صعبة للفريقين فيها تنافس فيها إرادة ولكن ما كانش فيه اللعب جميل قلت أن الكرة الثابتة هي مفتاح هذه المباراة طارق طبعا لا يتخوف منها عمر العقلي الذي طلب لاعبيه بعدم تحمل ضغط المولودية ضغط العالي من المولودية أحمر بخطأ في وسط الدفاع بلغهم ضربة جزاء الحارس عبد القادر صالحي المولودية العاصمية يقول هاي كرة عالية والدفاع ونهاية الشوط الأول بهدف مقابل صفر سيدات يونسي سيدتي بملعب 5 جويلية هدف مقابل صفر لصالح المولودية العاصمية أمام المولودية الوهرانية عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 26 سجله العمارة نبيل شكرا الشوط الأول تحياتنا للاعب الدولي السابق إبراهيم زافور وطرقو إذا ينطلق الشوط الثاني سيدات يونسي سادتي تيم فورلول إزماني بالقروي مسمودي لقرع شوطي حميدي نقاش مطراني خرج دخل أوبا با با أول محاولة فوق العارضة أول محاولة للمولودية العاصمية في الدقيقة الأولى من الشوط الأول عن طريق بن ساحة ولكن بمساعدة أحد اللاعبين للمولودية الوهرانية اللي بالخير أنه يخرج على الجهة يعني الخط الأقرب
للخروج مباشرة ومغادرة الميدان ودخول جابو في هذه اللحظات. جابو عبد المؤمن 33 سنة، خبرة كبيرة وأيضا خبرة حشود تحت تصرف المولودية. يرفض شرط القيادة، تركها لنبيل عمر. تماس فقط. صيام لمسة يد، التوقف مرة أخرى. لمسة يد وبطاقة، شهادة بالإعادة من بكر بعد قليل من انطلاقة البطولة. كرة ثابتة والحكم يعلن عن هذه الكوبا. هدف التعادل. يا سلام يا سلام على هدف رائع جدا في القائم الثاني، ممتازة عن طريق مصمودي بعد كرة كانت مخادعة في القائم الثاني. فعلا لما المولودية تركت كل المبادرة لمولودية وهران، مولودية العاصمية، هاي كرة جاء من الخلف ولا أحد كان ينتظر، مباشرة في الشباك والخروج غير يعني مش عارف علاش رفع يديه الحارس عبد القادر صالحي. هو يعني عنده مسؤولية كبيرة جدا في تسجيل هذا الهدف، هدف مقابل هدف سيدتي الرديف. الرديف نعم. ربيعي، خروج ربيعي ميلود رقم 6 وخروج ابو حفيظ. دخول شاب ممكن ان يعطي في الربع ساعة الاخير الاضافة. إزماني يلعب مع الشوطي، تضيع الكرة. لا، هاو بن عمار التصويبة، ولكن سهل بالنسبة لصالح. تصويبة من ملال بن عمار، كرة